ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. يوم الفيديو يا حبايب قلبي، فكرة الفيديو بدنا ناخذ 10 دولار ونروح على المحل ونشوف شو بتجيب طبخة. يعني ال 10 دولار شو بتجيب طبخة؟ أنا ما بتوقع بتجيب نص طبخة، مو طبخة كاملة. يعني الطبخات الهيك شو بيقولوا الكبيرة ما بتزر رح تجيبها. نحن رح نقرر نطبخ طبخة كبيرة. ايه، وقبل ما نبدأ الفيديو يلي ما حط لايك حط لايك، مو مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى يصحكم جديد. بنحبكم. يلا نبدأ الفيديو. انتوا قولوا لنا بتتوقعوا قبل ما تكملوا الفيديو، بتتوقعوا انه ال 10 دولار بتجيب طبخة ولا لا؟ معنا 10 دولار وبدنا مقررين انه نعمل كبسة، فرح نشوف ال 10 دولار بتكفي هالأكلة ولا لا. أول شيء أكيد بدنا فخاد. قديش كيلو الفخاد؟ 165. 165 بدنا كيلو. أول شيء بدنا نصرفها، نصرفها لبنان، نصرف لي اياها لبنان. هلا بعد ما صرفنا ال 10 دولار بدنا نشيل منهم تقريبا 200، 165 فخاد، وكمان بدنا ناخذ خضرة. أكيد بدنا ناخذ مو ب 40، بدنا ناخذ 35 حتى وكيلو بندور. بعد صرفناها طلعت 900,000. اول شيء راح منا 165 فخاد و65 خيار، كيلو الخيار ب 65، كيلو البندوره 50. هذا ب 75 الخيار، هذا في خيار بلدي وفي خيار 75. هذا ايه 75. هلا لا انا رح اخذ البندور. عم تستنيني يعني؟ هون البندور. ايه عم استناكي. هلا خلينا نشوف قديش صرنا صارفين من ال 10 دولار. 165. ايه ما عم تكبس. ما عم تكبس؟ تشتغل علي متعودة. تعالي اخذنا بس بندورة وخيار وفخار. بدنا ليمون، بدنا ليمون وجزر وفليفلة. قديش الجزر؟ الجزر ب 50. والليمون الحامض ب 40. ما بدنا كثير جزر وليمون، رح ناخذ كيلو بنص لانه الجزر رح نحطه بس يعني فلفلة واحدة بس، لأنه ما بدنا نحط بالصلصة. يعني بثلاث ليمونات بتكفوا. تأخذي واحدة كمان. هاي من عندك. من عندك. بدنا ثلاثة. هاي ناخذها مثل ماما. واحدة بس، أكيد يعني واحدة بس بتكفي. لنشوف قديش صار بالرصيد. نص كيلو ليمون ب 25. كمان 25. كمان 25 و 15 فليفلة بتساوي 355. هذا كثير مصاري. ايه طاروا نصها. هلا مو كمان بدنا نروح لهنيك علشان الرز. رز وكاجو وزبيب ولومي. وبدنا بقدونس اكيد. هذا مو بقدونس، كزبره. انتوا بتميزوا البقدونس من الكزبره؟ ايه انا صراحه ما بميزهم. انا بميزهم اللون. هن اللون الاغمق. الكزبره فاتح اصفر معي. ايه واللون الثاني اخضر. ما في كزبره؟ والله ما بميزهم. شو ما تقولوا ايه في بقدونس. هاي بقدونس تحت تحت المريحة تحت عندي وفوق الكزبره. ما في لها ريحه. رحنا هاي بقدونس. إيه؟ بس ما بتطلع كزبرة. مرة جبت لماما كزبرة وترمتها على السلطة. قديش البقدونس؟ البقدونس 10,000. 10 صاروا 300. هون خضرة خالصين. صار المجموع 365 لبناني. إذا ضل شيء من ال 10 دولار حناخذ فواكه بعد هاي بعد الكبسة. نحن بدنا بس طبخة خلصت. الله يعوضها عليك يا رب. هاي الرزقة.
زاد معنا 535,000 لبناني ليرة لبناني. خلينا نروح ونجيب الكاز والزيت. أنا ما بحس رح يكفوا. وأنا لأنه الرز غالي. اسمعوا إذا كفوا نجيب كولا، إذا ما كفوا شو بدنا نعمل؟ ما رح إذا ضل شيء مثلاً 20 قديش كيلو الرز؟ شو بعرفني، شايفين كل يوم بشتري رز؟ ما شاء الله شو هالرخص هاد 65 من عندك؟ والله كل يوم اشتري من عندك إذا كنت 65. طبعا بدنا كاجو وزبيب 50 ب50 بكفونا يعني للطبخة 50,000 ب50,000 يعني 100,000 ليرة و50 لومي. نحن لقصنا دبس رمان ما عنا، بس ما رح نحسب من الطبخة لأنه هذا ما من الطبخة. ايه هاد مو من الرز. ايه يلا خدي شي. هذا كيلو الرز 170 و 150 320 قديش ضل معي؟ هذا رز الذهب 320 ضل 215. يعني هاي العشرة دولار بتجيب حق طبخة وزيادة، يعني وزاد معنا. أواتير الكبسة صارت جاهزة يعني بأقل من 10 دولار، 7 دولار تقريبا. حط مع الكبسة كيف لحد هاي اللي من البياع ما عندي حقها. هاي 900 من هلا بكرة مو هلا يعني لأن هلا عم نصور بالليل. هلا عن جد أنا جوعانة، شو رأيك هلا؟ لا لا خلص بكرة، فنكمل الفيديو بكرة، انتظرونا بكرة. تصبحوا على خير. هلا رجعنا لكم باليوم التاسع، جهزنا الطبخه. انتوا قولوا لنا شو رايكم انه فكره هذا الفيديو انه نقلكم سعر الطبخه ونطبخ لكم اياها، هيك الصار جاهز والفطار الزينه طبعا والسلطه الساعه 7 المساء ولهلا ما اكلنا كاجو. هلا خلينا نبلش من الفطور تبي السلطه ما بده لا ما بتحكي عنها. لا ما بتحكي عنها. لكم على المنصب اللي جايبته الشركة عاملة عزيمة كاملة ب$7 يعني تخيل، مو عزيمة كبيرة. أنا بجيب حط الرز والجزر بصير لونه كتير حلو، بيطلع مثل المندي. انا بحب الكبسه اكثر من المندي. انا مثل من الجوع. عم تحكي انا مثل من الجوع؟ انا مثل من الجوع. قلتي انا مثل من الجوع؟ لا انا بطلع في بالي 9 و9. لا والله جديدة. باي.